كنت أنتي هيا قويها وكانت أذكى مقلوبة قويها وما في مقلوبة زيها. يا عيني امبارح اجاني تليفون من بي بي سي بدهم يعملوا معي مقابله بكره في لبنان. هلا راح اكل اخر وجبه في الاردن مقلوبه أزكى شيء بحبه من ايدين ماما، بعدين راح اطلع على المطار عشان اوصل على لبنان. هلا 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 بالشيخ ويها واكلنا من مقلوبه الطيارة بعد ساعتين، فيلا الفلو. شكرا ماما على المقلوبة، أزكى مقلوبة باكلها في حياتي والله. صحة وعافية. يلا 1 2 3 يلا ليتس جو. شفت بالمطار سعدي، كم عمرك يا سعدي؟ بده يصير فلوجر. زي ما حكيت لكم هاي الرحلة اجت فجأة، مش مخطط لإشي، على الأغلب راح أروح بيروت أفرجيكم شو راح يصير معي بالمقابلة، راح أطلع مع كثير أصدقاء وأخليكم معي طول الرحلة. قبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك، زمان ما طلبت منكم تعملوا لايك، فاعملوا لايك وخلينا نكمل الفيديو. توصلي بالسلامة. هناك مطار رفيق حرير دولي، توقيت المحل تمام الساعة 7:30 مساء. مرحبا، يعطيك العافية يا عمي. وصلنا لبنان ونحن الليلة كيف لبنانة حلوة، نحن الليلة ظاهرين للفندق. يا جماعة ما بتصدقوا قد ايه بحب لبنان. أول شي بنعمله بس نوصل غرفة الفندق نجرب التخت. يعني مش كتير بنطنط صراحة بس مش سيء. قبل شوي رنيت على رامي نشار، أحد الناس اللي كانوا مشاركين معي في سديم، راح أطلع معه هلأ. ما بعرف شو راح نعمل بس بدنا نشوف. وين وصلنا يا رامي؟ نحن هلا بمنطقة كفار دبيان. رجع عندي في كثير، رجع عندي صحن بطاطا مقلية. مع بندورة. صحتين قاسم. أنا هلا ثاني أجمل شخص بلبنان. قاسم في افشيلك عن كارثتي؟ هلا طالعين بالفريق. طالعين. عم بستعمل ترابيش. نحن هلا ببلدة كفار دبيان السياحية، بلدة بتتمتع بطقس جدا بارد يكسوها الثلج في فصل الشتاء. فيها سكي ريزورتس، انترناشونال سكي ريزورتس اكثر من 3 تقريبا. الغيوم مغطية المدينة كلها، منظر جميل صراحة، منظر ساحر. Very nice. It's very nice. ايش والله بدك هنا؟ صباح الخير، اليوم مقابلة مع البي بي سي، معي أمين راح يكون موجود في المقابلة كمان، هو يوتيوبر. وصلت الاستوديو تبع البي بي سي اكسترا، هذا المكان. هلا هلا. هلا بنعمل ميك اب عشان الأضواء ما تعكس على وجهي. قاسم الحتو اللي معروف بابن حتوتة، قاسم كم بلد صرت زاير إلى حد الآن؟ تقريباً 35 بلد، في ناس بدمهم بيكون إنه هم ما بيعرفوا يقعدوا في مكان واحد، دائماً بضل دمهم حامي، بدهم يغيروا، بدهم يشوفوا شغلات جديدة. أريج. تفضلوا تفضلوا. خلصنا تصوير حلقة بي بي سي إكسترا أنا وأمين. حلقة ده اسم زيانة بس مضطر شوفيها في بي بي سي مع أريج ومريم. هاي مع السلامة. باي. وبعد المقابلة أخذتني رفيقتي كريستيل على منطقة لعيبة كرمال نشوي بيتزا على الفحم مع رفقاتها.
كيف اللبناني. اخر وحده بنوتيلا، فقبليها كان في بيتزا عن جد اطيب نوتيلا. ستيف كوسا والله بدا بوسم. في ورانا واضح ناس عندهم ديت. شرطنا جاني اذا تروح تسالهم شو المناسبه وراحت. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو. سنه حلوه يا جميل. باي كريستال، مع السلامة. وهيك بعد ليلة عشوائية في بيروت رجعت على الأوتيل. صباح الخير، احنا هلأ في منطقة الجميزة نازلين نفطر في كافيه اسمه ام نزيه. جميزة صح؟ جميزة. كافيه ام نزيه جاي اليوم افطر مع ميرا. هاي هاي ميرا، تعرفت عليها بايسلندا، يمكن شفتوها بفيديو ايسلندا. الانترفيو انا مستحيل. ميرا حيدر. ميرا حيدر. بليز انا جوزيف عطيه بعت لي هارت من يومين. عايز ما بيتذكروني، واحسن ما يتذكروني. تاسس سنه 1943. لا احنا لا مش هيك. ماشي محل كتير حلو بلبنان، مخبص وما ببين للناس وكله مثل قرب، ما بعرف فيه هيك gardens و self service. very nice. وأكل لبناني وهيك قعدة حلوة. طب أول شيء جرب الكشك. جرب الكشك. إيه. هذا الكشك هو إشي شكله زي اللحمة بس مش لحمة، هو مندورة مع شكله مثل اللبن. اللحمة. لا شكله زي اللحمة تبع الكفتة. صح؟ أنا هلأ في منطقة زيتونة باي وبعد شوي رح أطلع على المطار. طبعاً اليوم أول يوم عيد، كل عام وأنتم بخير. بعد هالرحلة السريعة بدي أرجع الليلة على البيت عشان أكمل تعييدي مع أهلي في الأردن، فخلينا نطلع يلا.